بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا هو المجلس 20 من مجالس حفظ ومدارسة الزهراوين. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وفضله التوفيق والإعانة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا يبين المعنى العام للآية، والآية في بيان فضل أهل الإيمان وبيان عاقبتهم الحميدة عند الله، وما عد لهم من الأجر والثواب، وما ضمنه لهم من الأمن والسعادة. ونقف مع هذه الآية الكريمة 3 وقفات. الوقفة الأولى في بيان مناسبة الآية للسياق الذي ذكرت فيه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لما بين الله تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره وتعدى في فعل ما لا إذن فيه وانتهك المحارم وما أحل بهم، يعني بني إسرائيل، وما أحل بهم من النكال، نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع فإن له جزاء الحسنى. وكذلك الأمر إلى قيام الساعة، كل من اتبع الرسول النبي الأمي فله السعادة الأبدية، ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه، ولا هم يحزنون على ما يتركونه ويخلفونه، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه الآية فيها تنبيه على أن من أحسن من الأمم السابقة فإن له جزاء الحسنى، كما أن فيها احتراز من أن يظن أن جميع بني إسرائيل كانوا معاندين لنبي الله موسى عليه السلام. قال العلامة السعدي رحمه الله: وهذه طريقة القرآن إذا وقع في بعض النفوس عند سياق الآيات بعض الأوهام، فلا بد أن تجد ما يزيل ذلك الوهم، لأنه تنزيل من يعلم الأشياء قبل وجودها، ومن رحمته وسعت كل شيء. وذلك والله أعلم أنه لما ذكر بني إسرائيل وذمهم وذكر معاصيهم وقبائحهم، ربما وقع في بعض النفوس أنهم كلهم يشملهم الذم، فأراد الباري تعالى أن يبين من لم يلحقه الذم منهم بوصفه. ولما كان أيضا ذكر بني إسرائيل خاصة يوهم الاختصاص بهم، ذكر تعالى حكما عاما يشمل الطوائف كلها ليتضح الحق ويزول التوهم والإشكال. فسبحان من أودع في كتابه ما يبهر عقول العالمين. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه فائدة مهمة تعين طالب العلم وطالبة العلم على فهم آيات القرآن التي أثنى الله فيها على أهل الكتاب، ليبين أن المعاصي والقبائح التي حكاها عن أهل الكتاب لم تقع من جميعهم. وهذا كقوله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وكقوله جل وعلا: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، وما في معناها من الآيات. الوقفة الثانية في بيان طوائف المؤمنين الذين ذكرهم الله في هذه الآية. أما قوله جل وعلا: الذين آمنوا هم المؤمنون من هذه الأمة، وسميت أمة محمد صلى الله عليه وسلم مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم، ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية. والذين هادوا أو اليهود هم أتباع موسى عليه السلام، الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة في زمانهم. واليهود من الهوادة، وهي المودة، أو التهود، وهي التوبة، كقول موسى عليه السلام: إنا هدنا إليك، أي تبنا. فكأنهم سموا بذلك في الأصل لتوبتهم ولمودتهم في بعضهم لبعض. وأما النصارى فهم أصحاب عيسى وأهل دينه، وسموا بذلك لتناصرهم فيما بينهم، وقد يقال لهم أنصار أيضا، كما قال عيسى عليه السلام: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله.
وقيل إنهم إنما سموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها ناصرة. والصابئون قيل هم فرقة من فرق النصارى، وقيل هم أهل دين من الأديان كانوا بجزيرة الموصل يقولون لا إله إلا الله، وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله. قال ولم يؤمنوا برسول، فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هؤلاء الصابئون، يشبهونهم بهم يعني في قول لا إله إلا الله. وسئل وهب بن منبه عن الصابئين فقال الذي يعرف الله وحده وليست له شريعة يعمل بها ولم يحدث كفرا. انتهى بتصرف يسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله. إذن فهذه الآية فيها الثناء على أتباع الرسل وأنصارهم في زمانهم، وليس المقصود بها من بقي على اليهودية بعد بعثة عيسى عليه السلام، ولا من بقي على النصرانية بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أدرك عيسى عليه السلام من اليهود ولم يؤمن به فهو كافر، كما أن من أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى ولم يؤمن به فهو كافر. قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا الآية. وقال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم. الوقفة الثالثة في بيان ثواب من آمن بالله واليوم الآخر واتبع المرسلين، وهو قوله سبحانه فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فتضمنت ثلاثة أمور. الأول الوعد بالأجر وهو الجنة، الثاني نفي الخوف، الثالث نفي الحزن. وهذه الثلاثة هي التي أخبر الله عز وجل أن الملائكة تقولها للمؤمنين عند الاحتضار، كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.